نعود مجددا مشاهدينا الكرام الى الزميل مفرح العسيري موفد الاخباريه من باريس. اهلا بك مفرح من جديد. ما هي مفرح ابرز الملفات التي تتضمنها زياره ولي العهد الى فرنسا؟ اهلا وليد، يعني بالنسبه للملفات في هذه الزياره يمكن ان نفصلها الى قسمين، يعني ملفات تهتم بالشان الداخلي وملفات تهتم بالشان الخارجي. بالنسبه للملفات في شانها الداخلي، موضوع الاقتصاد حاضر وبقوة في هذه الزيارة. يعني نحن نتحدث عن أكثر من 3 مليارات يورو حجم الواردات أو الصادرات السعودية إلى فرنسا سنويا. نتحدث عن أكثر من 4 مليارات يورو سنويا حجم الصادرات الفرنسية إلى المملكة العربية السعودية. نتحدث عن حوالي 553 مليار يورو هو حجم الاستثمار السعودي في فرنسا، وأغلبه في مجال العقار. إذن موضوع الاقتصاد الفرنسيون ينظرون له بأهمية كبيرة، رجال الأعمال يترقبون هذه الزيارة وما سوف تتمخض عنه. رجال الأعمال هنا يتطلعون إلى دخول السوق السعودية والمشاركة في رؤية 2030 والمشروعات الكبيرة التي ستوفرها خلال السنوات القادمة. هذا الموضوع الاقتصاد له أولوية. موضوع آخر هو الثقافة ونقل الحوار بين الحضارات. المملكة تهدف إلى تعزيز الحوار بين الثقافات والحضارات المختلفة. هناك ربما سيكون تعاون في هذا المجال، ونشير في هذا السياق بأن غدا سيوقع وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد العواد اتفاقية شراكة ما بين المملكة وفرنسا في الشأن الثقافي في وزارة الثقافة الفرنسية. هناك تعاون في مجال المحافظة على الآثار في محافظة العلا تحديدا، والتعريف بها هي ممثلة بمدائن صالح من التراث العالمي لليونسكو. طيب طبعا هناك ايضا موضوع سنتحدث عن كل هذه الملفات بالتفصيل لاحقا يوم الغد وما بعده، لكن دعني اسالك عن جانب مهم ايضا في هذه الزيارة. هل لديك جدول زيارة سمو ولي العهد في فرنسا، ومتى سيلتقي سموه بالرئيس الفرنسي؟ هل من وقت محدد لذلك؟ نعم، طبعا هذه الزيارة تستمر بشكلها الرسمي لمدة يومين، غدا ويوم الثلاثاء. غدا سيكون ولي العهد في اجتماع مع رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب، سيعقدان مباحثات مشتركة ومناقشة العديد من الملفات، من ضمنها الشق الاقتصادي، الشق الإرهاب، أيضا الملف السوري والكثير من الملفات. تمتد إلى مأدبة غداء على شرف ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ثم يذهبان إلى ستاسيون إف، إلى محطة ستاسيون إف وهي حاضنة أعمال وشركات ناشئة هنا في فرنسا. وسيزور أيضا ولي العهد في مساء الغد معهد العالم العربي ويدشن مشربيات المعهد التي تم تجديدها بدعم مالي أو بمساهمة مالية من المملكة العربية السعودية. في الثلاثاء سيكون هناك برنامج أيضا آخر، وسيلتقي الرئيس ماكرون وتقام على شرف ولي العهد مأدبة عشاء. أشير فقط في عجالة إلى أنه ستقام على هامش هذه الزيارة فعاليتان اقتصاديتان، الأولى غدا في مجلس رجال أو في مجلس رجال الأعمال الفرنسيين، سيحضرها حوالي 300 رجل أعمال ما بين سعودي وفرنسي، والثانية ستكون يوم الثلاثاء في الخارجية وستكون تحت رعاية ولي العهد. شكرا لك زميلي مفرح العسيري، سنكون بالتأكيد معك لحظة بلحظة خلال هذه الزيارة لوصف كل ما يستجد من معلومات لديك حول زيارة سمو ولي العهد إلى فرنسا. شكرا لك مفرح، كنت معنا من باريس.